قبيل يومين من جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالبت في دستورية جلسة البرلمان الأولى، لا ملامح واضحة لاتفاقات سياسية تقلب صورة المشهد السياسي. التيار الصدري الذي يمتنع معظم نوابه عن الإدلاء بأي تصريح أكد مضيه بمشروع الأغلبية الوطنية، وذلك في آخر تغريدة للسيد مقتدى الصدر، غير أن الإطار التنسيقي تحدث عن تفاهمات متقدمة مع الصدر من شأنها أن تعيد توحيد البيت الشيعي مجدداً. في السياق أيضاً طرح الإطار التنسيقي خيارين رئيسيين في حال عدم التوصل إلى تفاهم موحد مع الكتلة الصدرية: الأول الذهاب إلى المعارضة بالبرلمان أو مقاطعة العملية السياسية، وبين الخيار الأخير أنه سيؤدي إلى توتر الملف السياسي في المرحلة المقبلة. كردياً تعول قيادات البارتي واليكتي على اللقاء المرتقب بين بافل طالباني ومسعود بارزاني لتحديد اسم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ويؤكد الحزبان أيضاً حرصهما على الذهاب إلى بغداد بموقف سياسي موحد. أما سنياً لا يبدو المشهد معقداً بعد توحد البيت السني تحت يافطة تحالف العزم والتقدم برئاسة الشيخ خميس الخنجر. يؤكد التحالف حرصه على توحيد المواقف السياسية داخل كل المكونات.